السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم محمد مستشار. جيت نوريكم واحد لاسيوس في الواتساب كيفاش تحمي راسك الا بغيتي تعرف واش شي حد كيتجسس عليك في الواتساب. يقدر يكون داير ليك هذيك اللعيبه ديال الواتساب ويب فشي بي سي ولا فشي تليفون وانت ما عارفش، كيتجسس عليك في الواتساب، كيدخل يراقب الميساجات ديالك، مع من كتهضر، شنو كدير. غير هنا غادي لها ثلاثه النقاط اللي كاينين هنا وغتشوف اباراي كونيكتي. الا لقيتي شي حاجه مثلا ويندوز ولا جوجل كروم ولا شي حاجه دير ليها ديكونيكتي، ولا ما لقيتيش يعني راه حتى شي حد ما كيتجسس على الواتساب ديالك، وهو حتى الواتساب راه كيعلمك حيت يقدر ما يوصلكش النوتيفيكاسيون ديالو، كيعلمك تيقول لك راه فعلا راه الواتساب ديالك خدام فهاد الجهه اولا فهاد الجهه. بعض الهواتف تقدر تكون النوتيفيكاسيون ما بينيش، وطريقة سهلة كيف قلت لكم، شاركوها مع الأصدقاء ديالكم والناس اللي كتعرفوا. واللي أول مرة كيشوف لي فيديو ديالي دير أبوني لاشين وبارطاجي الفيديو، والسلام عليكم. تهلاو.